ما هي اللهجة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مما لا شك فيه أن أهل الجزيرة العربية كانوا يتكلمون عدة لهجات، ومنها الكشكشة والكسكسة والعجعجة وغيرها، ولكن لهجة قريش استطاعت توحيد كل هذه اللهجات في لهجة واحدة فصيحة صافية يفهمها كل العرب، مثل العامية المصرية بين اللهجات العامية العربية. ويرجع سبب ذلك إلى وجود الكعبة وتوافد الحجاج عليها، وهذه اللهجة استقرت قبل نزول القرآن بمئات السنين، فهي أفصح اللهجات وأصفاها وأسهلها على اللسان. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى معجزة القرآن بلسان قريش ليفهمه الجميع، فحفظ بذلك اللغة العربية وتحقق وعد الله بحفظ القرآن. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله. قال له: لا تنبر باسمي، إنما أنا نبي الله. لا تنبر أي لا تهمز. وفي رواية قال: إنا معشر قريش لا ننبر، أي أن قريشا لم تكن تهمز في كلامها. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، فقد كان يسهل كل الهمزات إلا في بداية الكلام. ولذلك نجد في بعض القراءات للقرآن الكريم: بل توثرون، أي يأكله الذيب، إذا لي وبيس المصير، إنما النسي كل يوم هو في شان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.